بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسر مدارس دار الثقافة الأهلية متمثلة في قسمها الابتدائي أن تشارك في أسبوع الكيمياء العربي وبتوجيه من قائد المدرسة الأستاذ ناجي العمري وتحت شراف جماعة النادي العلمي. لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2/3/1441 هجري، ويكون موضوع إذاعتها اليوم عن علم الكيمياء بداية آيات من القرآن الكريم والطالب يسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو مهتدين. أخوان الطلاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم. والآن مع الحديث الشريف والطالب إبراهيم الشاعر. حديث شريف عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. والكيمياء في الحياة ترسم دروب الأمان. والآن مع التعريف بعلم الكيمياء والطالب ماجد العسيري. علم الكيمياء يطلق عليه أيضا العلم المركزي، وهو عبارة عن علم يدرس من المادة وأبعادها من حيث البنية والسلوك والتركيب والتفاعل والخواص، وله ارتباط وثيق بالعلوم الطبيعية والفلكية والجيولوجية. تعنى الكيمياء التقليدية بتمزيق رصاصة الذرات والجزيئات والبلورات، المواد المعرفة التي تكون عليها تجمعات المغازية والسائلة والاتحادة والإنزال والسلام. برهانها والبيان. من هو مؤسس علم الكيمياء؟ يعد العالم العربي المسلم جابر بن حيان بن عبد الله الجزري مؤسس علم الكيمياء، وبناء عليه عرف بأبي الكيمياء، عرف عنه البراعة والذكاء في كل من الكيمياء والفلك والهندسة والطب والصيدلة وعلم المعادن، مما ساعده ذلك على أن يتعمق ويصبح مؤسس علم الكيمياء. وتشير المعلومات إلى أنه قد ترك بصمة واضحة في هذا المجال حتى أصبح مرجعا رئيسيا في الدراسات الكيميائية. والآن مع هل تعلم عن الكيمياء والطالب عبد الرحمن الشاه. هل تعلم أن علم الكيمياء له فروع كثيرة لكل فرع منها مجالاته الخاصة؟ هل تعلم أن علم الكيمياء يدخل في معظم المجالات من حولنا مثل الطب والصناعة والزراعة والغذاء والبيئة والأحياء وغير ذلك، كثير من المجالات الهامة التي تحيط بحياتنا؟ هل تعلم أن خواص المواد الكيميائية تختلف حسب حالتها الفيزيائية؟ هل تعلم أنك إذا وضعت كمية قليلة من الماء في كوب من الماء فإن كمية الماء سوف تنقص؟ والآن مع فقرة العناصر تشبه شخصيتك ومع طلاب النادي العلمي. مفهومها بالأصول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وإن العناصر يشبه شخصيتك. إذا كنت تشبه عنصر الحديث، أنت شخص قوي الإرادة نافع لغيرك، تحب الاجتهاد والعمل وتكره الكسل، لكن تغلب على طباعك القسوة في التعامل. إذا كنت تشبه عنصر الذهب، أنت شخص طيب القلب، فكما يقولون بات القلوب من الذهب كذلك قلبك، لكن أحيانا يصيبك الغرور بسبب امتلاكك كثيرا من الصفات الجيدة. إذا كنت تشبه عنصر الزيبة، أنت شخص مميز جدا في صفاتك، بل إنك بريد من نوعك في الطبع والخلق، وأنت طيب القلب بدرجة كبيرة وأحسن الخلق ومتواضع جدا.
ترسم دروب الأمل. إذا كنت أنت شخص محب للظهور وصعب الغروب، معظم الوقت تحب نفسك أكثر مما تحب الآخرين. إذا كنت تشبع عنصر النحاس، أنت شخص قصير محب جدا لعائلتك، مرتبط بهم بشدة، ترى السعادة لا تستمر طولها. أخوانك طلاب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخرجه مسلم. سعدنا بلقائكم على أمر لقائكم مرات ومرات، مع تحيات طلاب جماعة النادي العلمي تحت سلام السلطة عبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.